السلام عليكم اخواتي من جديد. واحد مني لواحد الاخت معنا في جروب الكروشيه. اليوم غادي نخدمو هاد البوندال البنيات بهذا الشكل. كتجي زوينه، تختاري اي لون بغيتي وبقاو معايا نشوفوا المراحل. بسم الله غنبداو العمل. غادي نخدمو 10 سلاسل. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، سعود، عشرة. مباشرة غادي نديرو عمود بلفة. غنخدمو العمل بالأعمدة بلفة. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، سعود. ثم عشرة. هرتفعوا بسلسلة ونقلبوا العمل مباشرة في الغرزة الأولى عمود بلفة، وديما نحسبه. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، تسعود، عشرة. ودائما غنرتفعو بسلسلة، قلبوا العمل ثم العمود بلفة. غنستمرو بهذه الطريقة دائما. ارتفاع بغرزة وعشر سلاسل، ضروري يكونوا عشرة السلاسل باش يجينا العمل بطبيعة الحال يكون منظم ومقاد. دائما كنرتفعو بسلسلة وعشرة أعمدة عمود بلفة. كنستمرو بهاد العمل وفي نفس الوقت كنعبرو على دائرة الرأس. ارتفع بسلسلة عمود بلفة. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. غادي نستمر بهذه الطريقة اللي كتشوفوا، دائما ارتفاع بسلسلة يجينا نفس القياس ونعبروا على دائرة الرأس حتى نوصلوا للقياس اللي بغينا. وصلنا اخواتي لنهايه العمل. طبيعه الحال كنعبروا على دائره الراس كما قلت لكم،
غادي نجمعوا العمل بغرزة المنزلقة. وين نديروا البرا؟ نجمعوا بالبرا وين نجمعوا بالكروشيه من الأحسن. كنحاولوا نديروا كل غرزة مقابل الغرزة اللي مقابلة معاها. عندنا الاختيار اما نخيطوها بالبرا ولا نجمعوا بالكروشيه من الاحسن. آخر غرزة كتشوفوا جمعناها طبق الخيط. لا فينيسيون نكملو. شوفوا الطريقة. كناخدو البرا كنحاولو نجمعو هاد الشكل اللي عندنا. فعندنا الاختيار اما نديرو مثلا عقدة او ريدة او بابيون على حساب، نخليوها بلاش على حساب كل ذوق. المكان اللي جمعنا منه هو فين غادي نديرو البرا والخيط. نعقدو باش ما يخش لينا الخيط غير باش نجمعوها. نحاولو نزيرو مزيان، نخليو شويه الخيط طويل باش نتحكمو فيه. كنلويو هاد الخيط على هاد المكان اللي جمعنا. كيف كتشوفوا اخواتي، وغادي نحاولوا نديروا عقده باش هاد الخيط ما يتسربش لينا. جمعنا هاد المكان اللي كتشوفوا، خيطنا بالبرا من الداخل ودرنا عقده. ودابا عندنا الاختيار اما نديروا عقده بحال هادي او كيف قلت لكم وريده على حسب الاختيار، او بابيون او نخليوها سامبل. مثلا شوفوا لعنا شي اللي بغينا، مثلا هاد العقده هاد الشكل شكيلات اللي بغينا، او هادي اللي عجبنا. كاين هاد الشكيل هذا حتى هو كيجي زوين. دائما نحاولوا نغيروا اللون، يعني عندنا مثلا اللون نديروا اللون الاخر باش تبان تعطي جماليه اكثر. لصقوا اما بالبيستولي الا كان عندنا متوفر، ما كانش كنستعملوا الشمع. الشمع ساهل، الا عندنا شمع ما عندناش كنستعملوا بريكه. نقلبوا ديك العقده، عقده او بابيون اللي عندنا،
لصقوا بهذه الطريقه. وصلنا اخواتي لنهايه العمل. كيف كتشوفوا كاين عده اشكال، يعني انت عندك الاختيار انك تفني في اي شكل بغيتي، كتجي روعه. سورتو الا بدلنا الالوان، يعني اللون ديال البوندا ماشي هو اللون ديال البابيون او العقده او الوريده. ونتلاقاو فيديو جديد وعمل جديد وفكره جديده، والى اللقاء.